بزاف الناس اللي ما كيقدروا يزعموا على حتى حاجه في الحياه كيكون عندهم واحد العقليه انهزاميه، واحد الروح ديال الفشل، واحد الاحساس بالضعف. فكيفاش نقدروا نغيروا هذه المساله ونوليو اكثر قوه ونوليو اكثر ثقه في مواجهه الحياه؟ وهذه حاجه اللي كيعانيوا منها بزاف الناس. غادي ناخذ كتاب ديال 12 rules for life وغادي ناخذوا القانون الاول واللي غادي يساعدك تغير هذه المساله في حياتك بصفه كبيره. فهو كيعطيك واحد الملاحظه على واحد الحيوانات البحريه اللي كانت كدابز على الماء ديالها، ولما كانت كدابز على الماء الحيوانات بالضبط هي اللونغوست، كان لما كيدابزوا هذوك اللي كيربوا كتغير البيولوجيا ديالهم، كتكون عندهم واحد الاحتماليه ديال الانتصار في المعارك اللي جايه بصفه كبيره. ونفس هذه الهرميه كتطبق على الانسان. فواحد الانسان اللي كيدخل في واحد المعارك في الحياه وكيبقى ينتصر فيها، كتكون عنده احتماليه ديال الفوز اكبر في اللي جاي. فكيفاش نقدر نطبق المساله بمثال بسيط؟ واحد الانسان اللي عنده واحد الخوف يمشي لاصال من نظره الناس الاخرين، وبالنسبه ليه هذه حاجه ثقيله على قلبه، كيبقى خايف وكيبقى متردد. لما كيخرج من هذيك الدائره السلبيه بواحد الجرأه وكيمشي المره الاولى والثانيه، كيلقى ان الامر عادي وانه هو كان مكبره وانه قدر يفوز في واحد المعركه بالنسبه ليه كانت كبيره. فهنا كيتكون عنده واحد الثقه جديده اللي جات من واحد الفوز في واحد المعركه اللي كانت كتبان ليه كبيره ولو انها بسيطه عند بزاف الناس. فهاد التكرار ديال الفوز في واحد المعارك بسيطه اكيد غتخسر في بزاف، ولكن غتقدر انك تربح في البعض اللي كنتي انت ما كتجرأش عليه تمام. وهاد المساله ما خصكش تحقرها، لان كاين اشياء اللي كتبان لك انت بسيطه فهي في غايه الصعوبه بالنسبه للناس اخرين. فلا دخلت على معارك صغيره في الحياه وبديت كنتجرأ عليها وكنفوز مره مره مره، في المعارك الكبيره لما غتجبرني الحياه غادي يكون اكثر صلابه واكثر قوه واكثر ثقه، وكان هذا بيتبسط.